افرحوا يا جماهير حسنية أكادير، أصبح عندنا فريق شجاع، فريق شجاع، فريق شجاع. تعادلنا في الدقيقة 90 من بلادهم وسنتأهل إن شاء الله. تفضل أمي أمي. السلام عليكم الخداني، نشتي فرحان الله حفظكم اللي كيشاهدني، نتمنى يتابعونا وفعل الجرس. شكرا. المباراة اليوم سالت في التعادل 1-1. قبل المباراة كانت غادي تسالي بواحد الصفر، ولكن الرامي كان عنده كلام آخر يا حبيب. في الشوط الأول بدأت أتعصب بكل صراحة، تعصبت كثيرا. لماذا؟ لأن في الربع ساعة و20 دقيقة الأولى حسيت أقدر أضع فرص سهلة، وكانوا هما من يمسكون بزمام زمام المباراة كما كنا نتعود. أصبحنا يا لفرحتي انا اصبحنا نتعود ان حسين اكادير في ملاعب الخصم تمسك الكره يا اخي، هي من تستحوذ. ولكن في رمشه عين لم افهم ماذا حصل، اصبح ذلك الفريق هو من يضيع ومن يضيع ومن يضيع والهدف اتى يا اخي بطريقه غبيه، والمدافعين لم اعرف ماذا اصابهم، ما اصابهم مرض الزهايمر في تلك الدقائق، تلفوا واصبحوا ضربتهم تلافة كلهم. هرب منهم الرز البت هرب، انا ايضا الان هرب مني البت. بكل صراحه تلك الدقائق المدافعين حسين اكادير اصبحوا لي يلعبون تائهين، تاهوا، لم يعد يعرفون ماذا يفعلون، وذلك الضغط والجماهير وخارج الملعب ولاعبين ذلك الفريق سريعين يا اخي، سريعين ويلعبون على تكتيك واحد، ما هو؟ يرسلون الكرات الطويله ويتفوقون على حسنيه في نقطتين، الاولى القوه البدنيه، الثانيه السرعه يا اخي. يرسلون الكرة العالية ويجرون يجرون يجرون بسرعة خيالية، لا يستطيعون الدفاع مجارتهم في تلك السرعة، أو القوة البدنية يعني الكفرياج والدفع عدم بهذه الطريقة كيف تغلبوا عليهم. ولكن في الشوط الثاني رأينا يا أخي أن الحسنية بدأت تعود، وبدأت درجة درجة دق دقة بشوية بدأت تعود إلى مسك زمام الأمور مرة أخرى، وبدأت تتحكم في مجريات المباراة، ورأينا أن أضاعت بعض الفرص الى ان ياتي الرامي، المطرقه الرامي يا اخي، الرامي المنقذ، الرامي الكابتن، الرامي محرك الدفاع، محرك والحواصلي ايضا. قبل ان نتحدث عن الرامي الحواصلي، هل رايتم ما فعل الحواصلي اليوم؟ تلك ضربه الخطا في الشوط الاول التي تصدى لها بطريقه الفراشه يا اخي، كادت كره ذاهبه للتسعين، والحواصلي فراش انقذ الكره. بكل صراحه اصبح عندنا فريق عالمي، فقط ينقصنا يا اخي راس الحربه. مليوكي اليوم كان لا كان غائب، البركاوي اللي عليه ان يلعب في المكان الذي يلعب فيه الذي يلعب فيه ذلك اللاعب الليبي او الفلسطيني، عفوا الفلسطيني الفلسطيني لاعب فلسطيني نسيت حتى اسمه، المهم اللاعب الفلسطيني حتى اتذكر، تلفت لان الرامي بعثر تفكيري بذلك الهدف يا اخي. واش احصلنا على التعادل يا اخي، التعادل ثمين، ربما ده هدف الرامي هو هدف التأهل، لان في ادرار سيكون كلام اخر وحديث اخر وجمهور اخر واجواء اخرى وضغط اخر، وان لم نتأهل يا اخي ف لا اعرف، ربما كارثة او ولكن سنتأهل ان شاء الله. اكيد اكيد اصبحنا فريق قوي، فريق يلعب الند للند تكتيكيا، واصبحنا ماهرين في الدقة دقة، واصبحنا في التيكي تاكا واستحواذ الكرة، اصبحنا نفوت الفريق الخصم، اي فريق خصم اصبحنا نفوت نتغلب عليه في الاستحواذ. كما قلت لكم ملوكي علينا ان نغير، علينا راس حربة، لم انا اتمنى ذلك ماني ان يلعب راس حربة، اتمنى حتى وان كان ضاير جربه يا جاموندي في راس حربة سيتفوق على ذلك الملوكي. وقلت لكم بركوي علي لعب مكان لاعب فلسطيني تامر سيام، ها تذكرت تامر سيام، عاد العقل الان، تامر سيام علي ان يلعب البركاوي مكانه يا اخي، لان تامر سيام يتسرع، هذا مشكل يتسرع، ولا البركاوي لا يلعب بالعقل، ونحن ننقصنا اللاعب الذي يلعب بالعقل. ومتعه وفرحه، فرحه في الاخير، كانت تعيسه في البدايه وانتهت بفرحه في الاخير. مبروك علينا، مبروك للجماهير عايزين تاكدين، مبروك للمغرب، مبروك لنا، ونريد التاهل في ادرار باقناع، باهداف، بجمالية التي أصبحنا نتمتع بها كفريق حسمية أكادير. السلام عليكم، شكراً.